شهدائنا من القوات المسلحة المصرية اللي راحوا ضحية العدوان الغادر في الفرافرة، وشهدائنا المواطنين المصريين اللي توفاهم الله في البحر الأحمر غرقا. فنستأذنكم نقف دقيقة احداث على أرواحهم جميعا، وقبل كل دول أرواح شهداء الثورة المصرية. قروش قليلة من المصريين تبرعوا بيها، إجمالي هذه التبرعات بتمثل 2,300,000 جنيه. أهم المبادئ دي هو جمع التبرعات من أكبر عدد من الناس، لأن كانت أول جملة إن إحنا مش عايزين 1,000,000 جنيه من شخص واحد، إحنا عايزين 1,000,000 جنيه من 1,000,000 شخص. كنت متخيل إنه في ظل الحقيقة اللي الإعلام عامله حوالين القضية الفلسطينية، كنت متخيل إن إحنا لو قدرنا نطلع قافلة بربع 1,000,000 جنيه يبقى عملنا إنجاز. لكن في الحقيقة الشعب المصري طول عمره بيعلمنا وطول عمره بيبهرنا. قدرنا خلال أسبوع فقط إن تتجمع هذه الأدوية تبرعات عينية بقيمة 2,300,000 جنيه. إحنا وقفنا جمع التبرعات من يوم الخميس اللي فات، ومن يوم الخميس لحد النهاردة امبارح فقط خلصت التصاريح. الأستاذ طارق هيكلمنا عن دوت. ولما كنا بنقول للناس خلاص احنا قفلنا باب الجامع دلوقتي، كانت الناس بتزعل مننا ولا واحنا جبنا الحاجه ولازم تاخدوها. ده كان اتفاق ان القافله الاولى يبقى معاها القافله الشعبيه، وان القافله الثانيه تبقى قافله دوائيه فقط. مش هيسافر مع القافله دي الا وفد صغير ممثلي نقابه الاطباء زائد الاستاذ طارق العوضي، وممثل عن الطلاب، وممثل عن اللجنه الاعلاميه. وغير كده محدش هيسافر، عشان يبقى مفيش اي مبرر تحت اي ظرف من الظروف ان القافله ديت ما تدخلش. واحنا بنوجه رساله الى الحكومه المصريه والى الرئاسه المصريه بضروره تسهيل اجراءات دخول هذه الحمله الشعبيه وهذه الادويه. ده رقم واحد. رقم اتنين، انه القافله هتبدا النهارده الادويه دي تنزل الساعه 1 بالليل قدام المقر من هنا، وفور تحميل العربيات هتتحرك القافله مساء. التصريح خلص امبارح وكنا المفروض نمشي امبارح، بس المعبر بيبقى مقفول يوم الاجازات، فاحنا مراعاه لهذا الامر القافله هتتحرك فجرا بعد ما يتم تحميلها، وهتبقى موجوده على المعبر باذن الله.